ايفريبادي تكون موقي تكون تفترنون لا تروحون لا تسكمون شوفوا شيء بعد شوي انتظرونا انتظرونا قطار رايح وقطار جاي ما شاء الله حلو تايلاند شوف هذا موقف السياكل شوف شلون مخصص للسياكل ياخذ كيف يفتح يصفر راح يكون الغوص جنب الجرجور بالطريقه هذه هني اما اذا ما يغطوا راسي احتمال ما اغوص لان اذني فيها ثق هذا العزمني على القرش منور هذا بدايه دخولها شوف الحكي كذي الغوص بس ما اظن انزل تحت في ناس يقدرون مثلا بس يشوفون في ناس راح يغوصون وانا واحد منهم اوكي الحين جاء وقت الجد هذا اللي يبي غصون مع سمك القرش يعني هذا غوص جنبه اسبح جنبه ولا الثاني ولا الثالث نبي الكبير الكبير واو أعرفكم على أخوي مبارك العجمي هو اللي عزمني على القرش أن القرش ياكلنا وأن الغوص طبعا هذه معداتنا كذي أنا بحاول أنا أدني فيها ثق إذا قدرت أنزل قدرت ما قدرت أبهج الخوي ما يخلي خويه يا أبو سعد ما خلي خويك بس هذه فيها قرش لبسنا بدلات الغوص شوف شنا صارت يا أبو سعد أبي أجرب أوكي أوكي مو أوكي هجي على طول يعني عذري موجود عن القرش والله شوف انا صراحه ما اسمح لك تخليه يا ابو سعد هذه فيها حياه وموت زين اذني يدش الماي بعيني طلعني وياك اطلع جاب الاكسجينات هذا اللي راح ينزل معانا ونلبس هني هذا ابو سعد خلصت منه مليون ايه تسوي فيه حكم صجمه كبسه الطعس حكم صجمه هذا هو شوفوا ايش كبره ايش كبره كلها جراجير يعني نجي بين الجراجير هني وين الكبير هذا اللخمه والله اللخمه والثاني فاز باللذات من كان جسورا هج شوف لبسنا الشغله العدل هذا البدله كامله مع مبارك بعد عنده ليش غوص حر بس مو اكسجين ما زبطت الحمد لله يلا ما عليه الكاميرا غطونا ما عليه احس اني كشخه تصدق تعليمات الغوص عاد هذا على اساس ما تغطس
شلون الحين غسلها ما غسلها نسويها ما لكن عجب الاسمان خلاص مره واحده هذا معجون الاسنان حطه اذا نزلنا تحت سوي له كلين كلين يعني غسيل بنزول هذا النكهه يا الربع ورب الكعبه ابو سعد نشيط اكثر من مدرب تفاح اوكي انا جاهزين انا مباركه السني نبي تهاوش مع الخروش خايفين بس تشجع خلي معنوياتك قوية وإن الله وإن إليه راجعون الحين شوي شوي أول ما خروش يعني لكن حاول إذا إني أوكي هلا لك مبارك وين تلقونا ابو سعد اخر كلمتين لمشاهدينك قبل ما تنزل ادعوني حيا او ميتا ادعوني
ديل حلو. شوف الحية. هي. لازم تحرش فيها. ما شاء الله. شنو لاقي؟ يا حليلة هذا يسبح ماي ولا بدون ماي؟ قط تايلاندي. تاخذون جولة على هذا بعدين تشوفون الغوص. غوص كامل يعجبكم. الحين شوفوا نزل سناب بس خلنا نجمع تصوير عند احمد. بطريق. هذه اول مرة اشوف البطريق. يعني بطريقة كذي يعني. شوف البطريق. دائما اشوفه بالتلفزيون. شلون الحوض ايش حلوة ما شاء الله. شوف الحوض الثاني. شوف السلحفات. تمنيتها وانا غايص بس كلها جراجير. شوف شلون شكلها. تشوفون هذول احنا سبحنا انا ومبارك اخوي مبارك العجمي هني ترى وصعدنا فوق احنا نسبح. شوف الماي ما شاء الله فوقك بس والله مغامرين ما شاء الله. تعال بارك. الحين ما دروا الحين غصنا يعني داخل دي اللي بينه وبينه جام مع اسماك القش. يطرون شوي يشوفون الحلقة. إن شاء الله. شوف بينه وبينه جام. بغيت أطيح عليه. لا مو صجي هذا مو صجي اللي قبل شوية صجيات. في عالم الثلج. الثلج اللي حار. وختام هذا الفيديو طبعا راح انزله باليوتيوب. نشكر مساعد المدربين احمد البنيني واخوي عامر العجمي واخوي مبارك العجمي. طبعا على حسابه هذه الغطسه وهذا ونشكره. حلال واحد يا بعد راسي. وان شاء الله تشوفون بالفيديو باليوتيوب ولا تنسون الاشتراك ودكشن اعطاني شهادة غوص وهذه شهادة غوص اني انا غطست عند القروش واول مرة طبعا غطس. سيام باراغون اسم المجمع اللي غصت فيه اللي شفتوه.